لم يكن الليبيون يرغبون بترجمة مطالبهم وحقوقهم المشروعة عبر أعمال عنف تمثلت بالتكسير والحرق والسرق، كما حصل في ديوان مجلس النواب والعديد من مباني البلديات التابعة لحكومة عبد الحميد لدبيبة يوم أمس السبت، ما جعل أوساطا سياسية عديدة تعرب عن أسفها لما حدث، مؤكدين أنه تلك التصرفات لم تكن مرتبطة بالتظاهرات التي خرجت ولا تعبر عن رؤيتها، حيث انطلقت الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية، في حين استنكر سكان طبرق في الشرق ما حدث في مجلس النواب، مؤكدين أن البرلمان يمثل كل الليبيين وأن هذه الأعمال لا تمثلهم. ردود الفعل المحلية هذه تقاطعت مع تصريحات غربية تدعم الحل السياسي وتؤيد احترام وحق الليبيين في الخروج بمظاهرات سلمية تعبر عن إرادتهم، إضافة للدعوة بالإسراع في إجراء الانتخابات في أقرب الأجل. بعد موجة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي شهدتها مدن ليبية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية منها، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح حكومة فتح باشاغا بتلبية احتياجات المواطنين. رئيس البرلمان الليبي قال إنه يقدر حجم المعاناة التي يعانيها الليبيون، وإن المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة والمرتبات لم تصرف، وإن الليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء ومن حقهم التظاهر. واعتبر صالح أن حكومة عبد الحميد لدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات، وأوضح أن إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية في البلاد، مؤكدا على أن مطالب المتظاهرين الليبيين لها علاقة بمجلس النواب وتتعلق بالسلطة التنفيذية. وعلى صعيد المسار الدستوري، أكد صالح أن الخلاف يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وأنهم لن يمنعوا أي ليبي من المشاركة في الانتخابات، وأن الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري لم يتغير. على صعيد متصل، قالت حركة الاحتجاج في ليبيا إنها ستصعد حملتها بدءا من الأحد، ودعت المتظاهرين إلى نصب خيام في الميادين بالمدن وإعلان العصيان المدني إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل بإسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة. وفي وقت سابق نظم المحتجون أكبر تجمع لهم منذ سنوات في طرابلس، ورددوا شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة في ليبيا، وأغلقوا الطرق في بنغازي ومصراتة، وأضرموا النار في مباني حكومية في سبها والقرابولي. سانحة بعد أن أصدر مجلس للنقاش والمتابعة. ينضم إلي من نالوتا الدكتور إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا إلى شاشة اليوم لهذه الحلقة للنقاش، ومن المتوقع أيضا أن ينضم إلينا ضيف آخر. لو نبدأ الحديث يعني في ظل هذا المشهد السياسي الذي يعني يسري نحو التعقيد والذي ترافق مع آمال شغب، كيف يعول عقيل صالح على باشاغا من أجل تلبية احتياجات الليبيين؟ نعم، هنا بداية هذه التظاهرات تعطي طبيعة الأزمة الليبية يعني منذ سنوات، وخاصة السنة الأخيرة التي طال الأمد إلى قوت اليوم الليبي من حصار اقتصادي ونفطي وطاقة. كل هذه المتطلبات التي يحتاجها المواطن الليبي سواء كان من قبل الحكومة أو من قبل البرلمان الذي يصنع التشريعات، خفق أو فشل كل من البرلمان والأعلى وكذلك الحكومات المتتالية والمتطلبات
متعاقبة على تلبية احتياجات الناس. كان أهمهم الوحيد هو الوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة في ظل دستور، ولكن سئم المواطن الليبي من هذه الوجوه ومن هذه المؤسسات التي لم تنجح في خروج الشعب الليبي والدولة الليبية إلى برلمان، وبالتالي خرجت اليوم والأمس وكذلك اليوم ومقررين الاستمرار إلى نهاية أو إسقاط كل هذه الأجسام حتى أن تقود العملية السياسية برمتها على أسس دستورية، وبالتالي نحن نتوقع الأكثر في ظل غياب هذه المؤسسات وفي ظل أيضا عدم الثقة بين المواطن وبين هذه المؤسسات التي كانت أصبحت مهترعة. طيب دكتور إلياس أنت معنا؟ نعم نعم. طيب هنا فيما يخص المؤسسات، يعني نتحدث عن هياكل مؤسساتية، مؤسسات فقط بالاسم اليوم هي التي تقود البلاد، لكن أن تجرى هذه الاحتجاجات ومن أكثر من جهة، أن تكون أكثر من جهة هي من تدفع بالليبيين، من أو ما هي هذه المؤسسات التي يريدون إسقاطها من أجل إجراء الانتخابات؟ بداية هنا أريد إشارة إلى أن أصبح كل هذه الأجسام الموجودة سواء كان البرلمان أو الأعلى وحتى الحكومة بأن هناك جهات ممولة لهذه الخروج الناس إلى ضد هذه المؤسسات. في الحقيقة هو ما يجري الآن على الساحة الليبية هي التي جعلت المواطن الليبي أن يحس بالخطر وأنه فعلا تيقن بأن هذه المؤسسات غير فاعلة ولا تريد مغادرة المشهد السياسي. في المقابل أيضا دعوة عقيلة صالح لحكومة بشار لتلبية احتياجات الناس في الحقيقة هذا هروب إلى الأمام، وهنا يعتبر البرلمان أو عقيلة صالح تصريحاته في الحقيقة غير واقعية ولا تتطلب المتطلبات من الشارع الليبي. الشارع الليبي لا يريد حكومة، الحكومة موجودة سواء كانت دبيبة أو غير دبيبة، ولكن الشعب الليبي يريد انتخابات على أسس دستورية، يريد دستور متفق عليه من كافة المكونات المجتمع الليبي، ولا يريد مرحلة انتقالية جديدة، ولا يريد إعلان دستوري هش. طيب نعم. طيب يعني إن كانت هذه الرؤية فعلا هي التي تجسد ما يرغب به الليبيون، برأيك هل ترتبط الأحداث التي حصلت في مبنى البرلمان تحديدا بالخلاف السياسي في البلاد، بهذه الفوضى حول قانون الانتخابات والذي تسعى الأطراف السياسية إلى التوافق حوله وفشلت في الوصول إلى هذا التوافق تحديدا مجلسي النواب والدولة؟ جيد، هنا نحن يعني منذ العام تقريبا نتنبأ أو تنبأنا بأن في الوضع في المنطقة الشرقية أصبح مزري للغاية، هناك ركود اقتصادي كبير جدا، هناك قمع، وهناك أيضا سلب إرادة الناس عن تعبر عن رأيها، أصبح صوت واحد متمثل في خليفة حفتر وكذلك الجسم الآخر متمثل في البرلمان الذي يعمل ليلا ونهارا في سرقة حلم الليبيين سواء كان سرقتهم بأموالهم وأرزاقهم وكذلك حتى طموحاتهم الذي يسعى إليه هو انتخاب برلمان جديد. بالتالي أصبح هنا الوضع مزري في المنطقة الشرقية، ورأينا ما توصل إليه الشارع الليبي في المنطقة الشرقية في بنغازي في تبرق في حرق البرلمان وأيضا الوصول إلى هدمه. بالتالي تعتبر إشارة واضحة بأن فعلا الشعب الليبي والشارع الليبي سئم من هذه المؤسسات ولا يريد مغادرتها، بالتالي عبر بكل قوة هو إحراق هذه المباني. نعلم نحن نعلم ضد إحراق المؤسسات الدولة، ولكن نتيجة الغضب الشديد وأيضا عدم مغادرة المشهد، هؤلاء لا يريدون مغادرة المشهد، هنا للأسف أصبحوا يقينين، الشارع الليبي يقينا متيقن بأن هذه الأجسام المهترئة أصبحت جاثمة على الأراضي الليبية أو على الشعب الليبي، وجاءت أيضا لسلب إرادتهم بأموالهم، وبالتالي لا مفر إلا بإسقاطهم بهذه الطريقة. بالتالي نحن الآن أمام خيارين، خيار أن تستمر هذه المظاهرات لإسقاط هذه الأجسام أو إجبار الرأي العام الداخلي والدولي للعودة للشرعية سنة 1951. طيب يعني كنت أريد أن أتساءل معك تحديدا فيما ذهبت إليه في نهاية الحديث، هل المضي بالتصعيد المدني وأيضا العصيان قد يكون ربما عاملا مساعدا على تسريع عجلة الحل السياسي الذي يتعثر عبر اللقاءات السياسية المتواترة؟
هذا المطلوب الآن. المظاهرات السلمية، العصيان المدني بطرق حضارية يخوله له القانون الداخلي والدولي، وفي نفس الوقت بأسلوب حضاري. نعلم جيدا بأن ضمن أسس الديمقراطية هو الحق في التظاهر والحق أيضا في التعبير. صحيح أن هناك أطراف تريد استقرار هذا المشهد، ممكن خلق البلبلة، وأيضا يحدث هنا وهناك بعض إطلاق النار، ممكن هذا يحدث لاستقرار المشهد وقلب الطاولة على المتظاهرين. ولكن هنا ينبغي أن يكون الشارع الليبي متيقن أن هناك يد خفية، سواء كان من أطراف داخلية أو خارجية، تغيير المسار الثورة. هنا أنا أطلق عليه هذه تصحيح للثورة فبراير التي تسعى إلى قيام الدولة المدنية الحضارية المبنية على أسس ديمقراطية. وهذا ما يسعى عليه الشعب الليبي، يريد دولة مؤسسات، يريد جيش وطني حقيقي يعبر عن حماية الحدود، حماية أيضا التداول السلمي مع السلطة، يريد أيضا مؤسسات حقيقية لا تخضع إلى جماعات مسلحة، لا تخضع إلى إرادات إقليمية وجهوية، بل تخضع إلى إرادة شعبية. وهذه الحقيقة لم تتحقق منذ 11 عام. نحن الآن نحتاج إلى تصحيح ثورة فبراير وإعادتها إلى السكة، وأيضا أخبار الداخل والخارج بأن فبراير لم تحقق بعد. هناك من المتسلقين، هناك من أفسد المشهد، وهناك من انحرف بتيار فبراير إلى، لكن ما الضامن يعني دكتور الياس، ما الضامن أن لا تكون هذه الأحداث الأخيرة أيضا مفتعلة عبر دعوات العصيان المدني؟ سيما يعني أريد أن أتساءل معك عن رؤيتك في هذه النقطة. المجلس الرئاسي الليبي أدلى بتصريحات، هذه تصريحات سبقت اجتماع جنيف أو مؤتمر جنيف، وتحدث به فيها بأنه سيستخدم يعني ما يستطيع أن يفعله من أجل استخدام سلطته السيادية. ألا يمكن أن يكون فعلا هناك دفع من قبل الموالين لهذا المجلس، موالين للتيار الإسلام السياسي وغيرهم؟ أنا أريد تغيير السؤال إلى آخر. فعلا هناك يد خفية ومفتعلة في الضغط على الشارع الليبي، هناك يد خفية تريد حاصرة الشعب الليبي وتوجعه، وأيضا حرمانه من الطاقة النفطية، حرمانه من الطاقة الكهرباء، حرمانه من المياه والغاز. هذه كل هذه الأشياء مهامرة من بعض أطراف خارجية وإقليمية وداخلية للأسف تواطؤوا معهم. من هي هذه الجهات الداخلية دكتور برأيك؟ نعم، خروج الناس في الميادين الآن هي ردة فعل حقيقية وطبيعية. بطبيعة الحال أنت لما تجوع وتقطع عليه الكهرباء وتقطع عليه النفط وتريده ينام، مستحيل. لا بالعكس، هذه ثورة فعلا، أنا أسميها ثورة وتصحيح ثورة فبراير لتصحيح الوضع القائم في الحقيقة، وضع هذا مجري. تعرضت الدولة إلى سلب السيادة الوطنية، أيضا تدخل إقليمي ودولي سافر، وفي نفس الوقت هناك إملاءات غربية وإقليمية على المشهد الليبي يريدون رسم خارطة سياسية وفق رؤيتهم ومالهم وجغرافيتهم لا تتمشى مع الواقع الليبي. بالتالي نحن الآن في تصحيح، ينبغي الآن النهوض بالشارع الليبي أن يكون واعيا بالمجريات الآن على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، ولا يتنازل عن إسقاط هذين الجسمين المتمثلة في البرلمان والأعلى. هؤلاء أو هذين الجسمين فسادا في المشهد الليبي، عاد في الأرض فسادا، أصبحوا يسترزقون من براصبهم على حساب الشارع الليبي. طيب، إن كان المجلسين التشريعيين لابد من إخراجهما من المشهد السياسي، ونحن أمام صراع حكومي، حكومتين في الشرق وفي الغرب، ما البديل لهذين المجلسين برأيك؟ جيد، هنا سؤالك. هنا البديل بالإمكان، لكن يحتاج إلى مساعدة إقليمية ودولية ومن داخل. هناك مجلس رئاسي، هناك الدكتور محمد منفي وعبدالله اللافي وموسى الكوني يترأسون المجلس السياسي، بإمكانهم أن يعلنوا حالة الطوارئ وأن يقوم بإفشال كافة الإعلان الدستوري القديم إلى إعلان دستوري جديد وإعلان الطوارئ وحل جميع الأسام، هل الجسم ما يسمى بالقيادة العامة الآن تحت القيادية الإرهابية حفتر، وأيضا أجيلا صالح، وأيضا المشري، وبطال جميع المؤسسات، ويتولى المجلس السياسي سيادة الدولة وحكم الدولة عن طريق حكم الطوارئ، والآن حتى يلتف حول الشعر الليبي. ولكن للأسف هنا للمرة الأخيرة على المجلس الرئاسي أن يتحمل مسؤولياته ولا يكون ضعيفا. نعم، الإرادة الشعبية معك،
والحدث الآن، الحادثة الآن في الشارع الليبي مع المجلس الرئاسي، ينبغي أن يستغل هذه الفرصة وأن يتولى السلطة لبر الأمان، أي بمعنى لتنفيذ وتحقيق الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لمدة عام، لمدة نصف سنة مهما كان، حتى ويستعين ببعض المستشارين، فسواء كان على الصعيد العسكري والأمني والسياسي. بالتالي لا يترك الآن الساحة مستغلة من بعض الأطراف، وخاصة الدولية والقوى الإقليمية لا تريد الأمن والاستقرار ليبيا، بل تريد الاستنزاف ما تبقى من الأموال، الاستنزاف ما تبقى من الشباب، استنزاف الأرواح على حساب الإرادة الشعبية وعلى حساب الشعب الليبي. طيب دكتور الياس، أيضا يعني أتساءل معك من جهة أخرى، يعني كما تعلم اليوم ليبيا مقسمة وتحت ولا أكثر من جهة، ويعني نتحدث كما تتفضل عن وجود أكثر من مؤسسة تشريعية، أكثر من حكومة، رفض لبعض المجالس، وأيضا وجود للمجموعات المسلحة. ألا يمكن أن تكون هذه المعطيات فعلا معرقلة لأي عملية سياسية، لنجاح أي عملية سياسية، لحل هذه المجالس، وأيضا من أجل إجراء انتخابات؟ يعني الكثير من الجهات ترى بأن الحل في ليبيا لربما يكمن في إجراء انتخابات برلمانية وليست رئاسية بداية. هذا صحيح، الحل في ليبيا انتخابات برلمانية رئاسية، ولكن هذا الحل لا يتقبل ولا يكتب له النجاح في وجود خليفة حفتر. سبب البلاء في ليبيا هو خليفة حفتر الذي ادعى بان هناك مؤسسة اسمها قيادة الجيش او قيادة العامة للجيش. هذه هنا المشكلة في ليبيا، ان حتى لو نتوقع بانتصار وتحقيق تنفيذ استحقاق الانتخاب البرلماني والرئاسي، وممكن يفوز اي شخص اخر لم نتوقعه، سيظهر حفتر وسيطعن في هذه الانتخابات، وسيقوم ايضا بزلزلة او بارباك المشهد من جديد، وستزيل الدماء من جديد. وهذه النقطة يعيها جيدا الغرب وامريكا وروسيا، يعيوا جيدا بان حفتر هو سبب البلاء في ليبيا. ولكن بالمقابل هنا ينبغي الآن على المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن أن يتدخل ويضع قوانين وضمانات حقيقية للتداول السلمي على السلطة، ويقوم أيضا بإبعاد جميع الوجوه البائسة القديمة. الشعب الليبي 6,250,000، يعني نقول 7 مليون، هل معقول الليبيين متمركزوا في 4 أو 5 أشخاص؟ هل ليبيا عقبة إلا حفتر فقط؟ هل عقيلة فقط؟ هل مشي فقط؟ هل دبيبة فقط؟ هل بشاغة فقط؟ ليبيا فيها 7 مليون نسمة، اترك الشعب. لكن هذه الأسماء التي طرحتها دكتور، يعني يعني عند مراقبة هذا المشهد، كان هناك مقترح من قبل السفير الأمريكي وأيضا رؤية داخلية من الداخل الليبي بضرورة إجراء الانتخابات في ظل كل هذه الفوضى وفي ظل كل مما يحدث؟ ألا يمكن أن تكون هذه الأسماء هي فعلا من تؤجج الصراع، ومن تحاول من خلال أجنداتها في أن تكسب هذه المعركة لصالحها، ولا تسمح لأسماء جديدة بالظهور في ليبيا؟ بطبيعة الحال عندما يشاهد هذه الدول منذ 11 سنة، خلينا نقول 11 سنة، منذ 2014 إلى هذه اللحظة، هذه الدول تشاهد الصراعات بين أشخاص. الليبيين لم يتقاتلوا للأسف، الليبيين لحمة واحدة، رغم تنوع الثقافي والعرقي والاجتماعي واللغوي، إلا أنهم يتمتعون بعادات وتقاليد سمحة، يحترم الغير، يحترم الأجنبي، يحترم في الداخل. ولكن هذه الأطراف أو هذه الشخصيات التي جندت من قبل الدول معينة وأصبحت لاعبة من ناحية الشر في ليبيا، وأصبحت تستخدم الجماعات وتستخدم الأفراد وتستخدم المكونات العرقية في الجانب الحرب وفي جانب أيضا الخطاب الكراهية. إذن نحن الآن ينبغي على المجتمع الدولي أن يكون منصفا وأن يساعد المجلس الرئاسي للانتقال إلى السلطة. طيب، من خلال انتخابات. سؤالي الأخير لك دكتور، وعادلة تحت إشراف دولي. معذرني على المقاطعة، يعني بعد هذه الدعوة، دعوة عقيلة الصالح من أجل احترام حق التظاهر وتلبية مطالب المدنيين، ولو أنها دعوة في إطارها السياسية، اليوم
هل فعلا هناك أمل معقودة على حكومة باشاغا كونها يعني لم تأخذ وقتها بما فيها الكفاية كحكومة عبد الحميد الدبيبة من أجل لربما تلبية مطالب المدنيين بتحسين الوضع المعيشي والخدمي ومن ثم البدء في الخطوات السياسية؟ للأسف لا زال عقيلة صالح مصر ويغرد خارج السرب. نحن أو ليبيا بالتحديد ليست مشكلتها مشكلة سياسية بل مشكلة دستورية. ينبغي تحديد المعالم الخلل وتحديد النقاط الخلاف في ليبيا الآن. إذن نحن الآن ليس مشكلتنا في باشاغا أو دبيبة، نحن مشكلتنا كيف نصنع دستور توافقي ووفق رغبة الشارع الليبي. ولكن للأسف هنا يريدون صناعة دستور مقاسة على شخصيات معينة، السماح بمزوجية جنسية والسماح للعسكر. إذن أنت تخاطب في منو؟ في الشعب باش ينتخب حفتر، تخاطب في منو باش يخاطب في شخصيات معينة. إذن أترك الشعب لأهله، خلوا الشعب الليبي يختار وفق أمنيه. والشعب لا يريد المزوجية الجنسية، لا يريد أيضا، وأنا لست معها في الحقيقة، يعني هناك الليبيين عندهم جنسية أخرى من حق من يحكموا، ولكن طبيعة المرحلة وأن حفتر يحمل جنسية أخرى، فبالتالي أنا معهم الآن. لماذا؟ لأن سيستغل هذا، وإن سمح مزوجية جنسية بالترشح سيستغل حفتر هذا وسيدخل العملية الانتخابية وبالقوة. نعود إلى أن المشكلة كما تقول دكتور، يعني المشكلة دستورية. نعم. البرلمان غائب، ليس له أي عمل، ونعود إلى ضرورة وأهمية إجراء انتخابات برلمانية تسبق الانتخابات الرئاسية. شكرا لك ضيفي من نالوت دكتور إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت. جزيل الشكر لك دكتور إلياس على كل ما تفضلت به. مشاهدينا شكرا لكم وإلى اللقاء.